محمد ضماط المشجع الاهلاوي، شفت الملف الرياضي بقى في الاربع سنين دول ايه ازاي؟ الرياضي اللي بره الكوره، خلي الكوره لوحدها، الكوره كفايه فيها القضيه. النشاط الرياضي اه شوف، النشاط الرياضي ده من ضمن البيلرز بتاعت البرنامج الجديد، وهو تطوير النشاط الرياضي. اها، وبرضه حابب ان انا اتكلم على الحته دي بتفصيله شويه، عشان برضه الناس بتقول لك انتوا بتوعدوا تطوير طيب النشاط الرياضي في النادي الاهلي بيدار والكابتن قال كده برضه من سنه 2000 بنفس الطريقه وبنفس الاسلوب، مع عدد كبير جدا 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 من الالعاب، مع اعداد كبيره جدا من اللاعبين بتخش كل سنه، مع فلوس اكتر بتدفع في العقود وفي الشراء اللعيبه من بره والكلام ده كله. احنا النشاط الرياضي بيصرف حوالي 200 مليون جنيه في السنه، 200 مليون جنيه 200 مليون جنيه في السنه، والمست الدخل اللي بيجيبه حوالي 40 50 مليون، فانت عندك عجز حوالي 150 مليون. ازاي بقى تقدر انت عندك حوالي اولموست تلت الرقم ده رايح للفرق العاب الصالات بتاعتك اللي بقت مكتسبه جماهيريه كبيره، اليد والطايره والسله. ازاي تاخد الكلام ده تبدا تحاول تطلع منه ريفينيو ستريم، تبدا تحاول تعمل اكاديميات الالعاب دي بره، اوريدي بدانا نشتغل على الكلام ده، بس ازاي تتوسع فيها؟ ازاي مع حقوق الرعايه الجديده تبدا تفصل العاب الصالات عن الكوره، لان انت بتبيعها دلوقتي اوفر ذا باكج، يعني جزء من الباكج بتاع الكوره. ازاي تفصلها؟ ازاي يبقى عندك رعاه في الالعاب دي ممكن تبقى رعاه غير الكوره؟ انت لو شفت مثلا برشلونه بيلعب في الهاندبول براعي والكوره براعي تاني، فانت ازاي تعمل الكلام ده؟ فتجيب رعايه في الالعاب الصالات، تحاول تقلل شويه من الفجوات اللي موجوده. ازاي تجيب حقوق بس في العاب الصالات النهارده بقى ليها المشجعين بتوعها؟ ازاي تبدا تدور على الحقوق البث بتاعتك زي ما حصل في الكوره من 15 20 سنه في الخناقه اللي حصلت بين اتحاد الكوره والانديه، طب حقوق البث من نصيب مين لحد ما مشيت الامور زي ما كان النادي الاهلي اللي فرض ده في 2008. فالنشاط الرياضي الحته دي هنشتغل على حته تنميه الموارد بتاعتها بشكل كبير. حته تانية للاعضاء بيشتكوا منها دايما لما بننزل نتكلم على فكره الاعضاء الرياضيين، وانك انت بتجيب اعضاء من بره على الاولاد الصغيره، ممكن نفكر في ان احنا يبقى عندنا لجان متابعه ريبورتنج دايركت لمجلس الاداره، ان هي اللي بتقيم الاعضاء الرياضيين دول. احنا عندنا اولموست 12% اعضاء رياضيين في فرق النادي من كل فرق النادي، و88% اعضاء. بس ممكن تلاقي فرق بيبقى فيها حمل زياده شويه، في فرق انا بقف مع اولياء الامور وبتكلم بتلاقي مثلا فرقه فيها 6 اعضاء رياضيين من 20 او من 25، فدي نسبه كبيره طبعا. فلازم الحاجات دي كلها ممكن تقيم تاني، عشان برضو الاعضاء يبقوا حاسين بارتياح ان المجلس شايف الكلام ده، ويكون في احتياج حقيقي للعضو الرياضي. وطبعا يبقى في احتياج حقيقي، فانت بتشوف التقييم بتاعه، بتشوف اداءه، بتشوف السكور بتاعه، بينزل امتى، بيعمل ايه، والكلام ده كله يبقى متشاف بطريقه سيبريت شويه عن النشاط. كل دي افكار في ضمن اعاده الهيكله.